في جائزة مهمة جدا للبحث العلم الزراعي في مجال إنتاج أشجار الجوجوبا، وهيتكلم عن ضوابط الفوز بيها الدكتور مجدي ملك استشاري الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضي. حضرتك مخضرم في الزراعة المصرية، كنت بتدير محافظات كاملة لتنفيذ استراتيجيات الدولة في الزراعة، وحضرتك تمنيت فكرة أنا شايفه مهم جدا، جائزة للبحث العلمي لأفضل البحوث في الجوجوبا. احكي لنا دكتور. الجوجوبا أطلق عليها الذئب الأخضر، ده من العامة، لكن هي معجزة العصر، لابد أن ندركها ونكتبها أن هي فعلا معجزة العصر الحديث. العالم كله بيقيم مؤتمرات دولية على رأسها تقيم الأمم المتحدة ودول صناعية كبيرة علشان تحل مشاكل الاحتباس الحراري ومشاكل التلوث والمشاكل اللي عملتها الدول الصناعية الكبيرة، وعملين يتفاوضوا مع بعض في جلاسكو في المملكة المتحدة عشان يشوفوا الدول الصناعية والدول النفطية أدت بعواقب كبيرة على العالم كله، وعايزين يعوضوا من العالم بغطاء أخضر جديد. الغطاء الأخضر اللي ربنا بعته في العصر الحديث هو الجوجوبا، لأن الجوجوبا ده هي مش بس مجرد حزام أخضر حوالين الدول والمحافظات، هي حزام للطاقة الخضراء، لأنه الجوجوبا يقام عليها مجتمعات عمرانية كبيرة داخل الصحراء. من هنا نشأت فكرة تولي المصرية الخليجية لمنحة علمية للباحثين والعلماء وطلاب الدراسات العليا في جامعات مصر علشان نبتدي نجمع. قيمتها كام يا دكتور عشان نشتغل؟ قيمتها كام؟ قيمتها كامله، كل تكلفه البحث على حساب الشركه، كل تكلفه البحث. يعني ما احنا مش حاطين سقف للمنحه، ما فيش سقف مالي، احنا بنقدم كل الامكانيات العينيه والماديه. يعني اللي عايزين الاراضي يشتغلوا فيها في الصحراء، فالشركه عندها موجودة مساحه كبيره من الاراضي، شبكات الري، جميع الأفكار الخاصة بالأسمدة ومستلزمات الإنتاج، فكل المستلزمات المادية للبحث العلمي بتوفرها الشركة، بالإضافة طبعا إلى التمويل المالي لأي انتقالات أو أي مصروفات، حتى النشر في المجلات الأكثر تأثيرا اللي هي الإفكت فاكتور فيها عالي جدا، إحنا هننشر فيها الأبحاث دهية، بهدف برضو أن مصر تكون هي المرجع العلمي للجوجوبا في العالم كله.